فيديو اليوم رح نعرض عليكم أول ظهور لإم سيف على الإعلام واليوتيوب بعد المشكلة. هلأ جا الوقت اللي صار لازم فيه أني أترك اليوتيوب، أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب. في أول ظهور لإم سيف بعد فيديو اعتزالها العمل على اليوتيوب، طلعت على قناة البي بي سي تريندينج وكان اللقاء مدته قصيرة. اليوتيوبر السورية الشهيرة جدا هديل العلي، أم سيف مرحبا بك يا هديل. طرح عليها المذيع أكثر من سؤال، لكن إم سيف ما جاوبت أي سؤال من الأسئلة، بالذات الإجابات اللي كل الناس بتستناها خاصة سبب اعتزالها وقصتها بالضبط شو هي وكيف دخلت الشرطة التركية وكيف انحلت الأمور. الشهرة مش سهلة ومجال اليوتيوب مش سهل. أنا عشت سنتين كتير حلوة من حياتي باليوتيوب، الحمد لله قدرت أكسب قلوب كتير ناس، قدرت أكسب محبتهم ثقتهم. وكمان بعد اللقاء طلعت بستوري على الإنستغرام وحكت فيه رسالة تطمين للمتابعين، أنتوا عائلتي وحبايبي. لكن في شوية ملاحظات على أول ظهور إلها، بس قبل ما نحكيها بدنا نأكد على إشي مهم، إنه أم سيف فعلا كانت في وضع مش مريح. وبخصوص الناس اللي بتقول كذب، لا، اللي صار مع أم سيف مش كذب ولا عشان مشاهدات. شكرا كتير للهفتكم تجاهي، بشكر كمان السلطات التركية اللي تدخلت وتابعت الموضوع. وفعليا أم سيف كانت بحالة نفسية صعبة خلتها تطلع وتقول إنها ما رح تكمل باليوتيوب. أول شيء أنا كنت رح أترك قناتي على اليوتيوب بسبب ضغط نفسي ومسائل جدا شخصية صراحة ماني حابة أحكي عنها حاليا بالوقت الحالي. طبعا أم سيف وصلت لهذه المرحلة بسبب الضغط النفسي اللي كان عندها واللي كان بسبب مشاكل، على الأغلب مشاكل عائلية خلتها تطلع بالمقطع تحت التهديد، ويمكن الموضوع له علاقة بضغط عائلي وإجبار من الأهل مثلا. أنت عم تكذبي كتير وما حدا عمال بوقفك عند حدك، لذلك أنا بدي أوقفك عند حدك، واللي بيطلع بإيدك ساوي اللي بدك يا ساوي. والمقطع اللي طلعت فيه كان من البيت، يعني أم سيف كانت ماخدة راحتها وهي بتحكي، وما كانت القصة قصة خطف، وعلى الأغلب كانت القصة قصة تهديد من حد قريب منها، وهذا خلاها تمر بظروف صعبة خلتها تاخذ هذا القرار. صار لازم فيه اني اترك اليوتيوب. وهي حكت بلقاء البي بي سي انه السبب شخصي وخاص جدا والسبب ضغط نفسي. اول شيء انا كنت رح اترك قناتي على اليوتيوب بسبب ضغط نفسي ومسائل جدا شخصية صراحة ماني حابة احكي عنها حاليا بالوقت الحالي. ولما سألها مقدم البرنامج رح ترجع على القناة او لا، حكت انها تعبانة بالوقت الحالي ورح تفكر اذا بدها ترجع او لا. حاليا انا تعبانة وما بعرف رح أفكر إذا رح أرجع أو لا. يعني أم سيف بتحكي إنه يمكن تفكر في الموضوع وترجع على القناة، بس الكل لاحظ إنه أم سيف ما جاوبت أي إجابة شافية وكافية في اللقاء ورفضت الإجابة على عدة أسئلة. بصراحة ما أني حابة أجاوب. وقالت إنه أكتر شيء بتتضايق منه هو إنه ما في خصوصية في حياتها، وين ما تروح بتكون الكاميرا موجودة والتصوير شغال بأي مكان، مثلاً وين ما بروح وين ما بجي ما عندي خصوصية، بس إذا طلعت مع صديقاتي ما عندي خصوصية أبداً، التصوير وين ما رحت. وفي الظهور الأول على البي بي سي وعلى الإنستغرام بنلاحظ إنه سجلته في نفس البيت. تاني شيء حكت إنه الشرطة التركية دخلت بالموضوع، وهذا التدخل التركي صار بسبب الضجة اللي عملوها المتابعين على اليوتيوب، وهذا معناه إنه الخطر راح عنها. سؤالكم عني خلصني من قصة كبيرة. وبسبب وصول المقطع الاعتزال اللي تريند في الوطن العربي، واليوم وصل عدد المشاهدات على المقطع أكثر من 15 مليون مشاهدة. وعدت أم سيف المتابعين إنها راح تحكي عن تفاصيل المشكلة بعد ما تخلص. سؤالكم عني خلصني من قصة كبيرة، بخبركم عنها بس لتخلص. وهذا معناه إنه المشكلة لسه ما خلصت، وهذا تأكيد منها إنه احتمال كبير ترجع على اليوتيوب. وأكثر جملة ملفتة وفيها معنى، أنا بسببكم بخير. يعني لولا الضجة اللي صارت ولهفة المتابعين وحبهم لأم سيف هو اللي خلاها اليوم بأمان. وفي نهاية المقطع لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.